الإنسان في دارفور والخرطوم تتزايد وتيرته. إذن فطرف النزاع ينبغي أن يتخذ إجراءات ملموسة لإنهاء هذه الانتهاكات والتحقيق فيها وتقديم كل ما يمكن تقديمه للدفاع عن شبكات المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان. اليونيتامز والأمم المتحدة في مناسبات عدة قد شجبت الانتهاكات الجسيمة المحددة مثل الهجمات الإثنية والعرقية في غربي دارفور، وكذلك النهب والاغتصاب الممنهجين والقصف الجوي، وكذلك أشارت إلى المتورطين في ذلك. هذه الأعمال العدائية ينبغي أن تنتهي، والمضالعون فيها ينبغي أن يحاسبوا عن هذه الجرائم التي ارتكبت، لا سيما العنف الجنسي. أصحاب السعادة، نرحب بالجهود المستمرة من جانب الاتحاد الأفريقي ومن الإيجاد لإنهاء النزاع في السودان. أما اليونيتامز ستبقى ملتزمة بدعم هذه الجهود بما في ذلك من خلال الآلية الموسعة بقيادة الاتحاد الأفريقي والمجموعة الأساسية فيها التي تشكل الأمم المتحدة جزءا منها. كذلك فإننا نرحب الجهود المستمرة من جانب الولايات المتحدة والعربية السعودية لتيسير المفاوضات بين طرفي النزاع في جدة، وكذلك مبادرة الدول الجوار السودان للمساعدة في حل النزاع. إن الخيط المشترك بين كل هذه المبادرات هو الدعوة للوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية وتيسير وصول المساعدات الإنسانية ومشاركة أو إشراك الأطراف المعنية المدنية في عملية سياسية جامعة. إن التنسيق بين الآليات الإقليمية والدولية القائمة والمنتديات المختلفة يبقى مهما بل وضروريا، وذلك للاستفادة العظمى من الضغط الجماعي من جانب الأطراف الدولية والإقليمية وتعزيز مدى جدوى جهود الوساطة. الأمم المتحدة تقدم الدعم إلى نهج مشترك باتجاه تيسير حل شامل، وستواصل العمل الوثيق مع شركائنا لا سيما الاتحاد الأفريقي والإيجاد في هذا الصدد بالتنسيق مع آخرين. وعلينا أيضا أن نسلط الضوء على أن طيفا واسعا من المدنيين يبقوا ملتزمين بإنهاء الحرب واستئناف المرحلة الانتقالية التي تفضي في نهاية المطاف إلى دولة ديمقراطية. المدنيون والقادة وقادة القبائل ورؤساء القبائل وغيرهم جميعا باتوا تحت ضغط من أجل حمل الأطراف على إنهاء هذه الحرب، وهذا الضغط ولكن أي ضغط لتأجيج النزاع سيؤدي إلى حرب أهلية. في الحقيقة إن اليونيتامز تبذل جهودا داعمة للقادة المحليين لتهدئة الوضع في دارفور. أما يونيتامز فإنها ترحب بالجهود الجارية في الوقت الراهن من جانب القادة المدنيين لتوطيد المبادرات المدنية المختلفة تحت مظلة واحدة لتوحيد جهود القوى المناوئة والمعارضة للحرب. إن تضمين المجتمع المدني وجماعات حقوق المرأة والشباب والفنيين والمهنيين المختلفين، وكذلك لجان المقاومة التي تنادي بإنهاء النزاع في السودان، هو أمر جد مهم. ولذلك فاليونيتامز تواصل تواصلها مع هذه المبادرات وتشجع على اتباع طابع جامع. كذلك أود أن ألقي الضوء على الدور المهم الذي تطلع به المرأة السودانية، إذ إنها تطلع بعدد من المبادرات المناهضة للحرب وتدعو إلى وقف العنف فورا والمحاسبة على الانتهاكات الحقوقية بما في ذلك العنف الجنسي، وإلى جانب ضرورة مشاركة المرأة في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار أو أي عملية سياسية في المستقبل، وينبغي أن تسمع أصواتهن. والآن دعوني أختتم بالتأكيد من جديد على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي لإنهاء هذه الحرب في أقرب الآجال، فما من بديل عن ذلك؟ يدعو البعض إلى مواصلة الحرب لتحقيق نصر عسكري، ولكن هذه النداءات لن تؤدي إلا إلى تدمير البلاد. فكلما طال أمد هذه الحرب كلما تفاقم خطر التشرذم والتدخل الخارجي وتآكل السيادة وضياع مستقبل السودان خاصة الشباب. والآن الأوان
لإيقاف هذه الحرب التي لا معنى لها والعودة إلى المفاوضات. اليوني تايمز مع شركائها ستواصل التعاون مع الطرفين كليهما باتجاه هذا الهدف، ونحن نعول على الدعم الموحد من جانب هذا المجلس. شكرا. أشكر السيدة بوبي على إحاطتها، وأعطي الكلمة الآن إلى السيدة إدم وسرنو. شكرا سيدتي الرئيس، شكرا على منح هذه الفرصة لكي أطلع المجلس على آخر المستجدات حول الحالة الإنسانية في السودان. منذ إحاطتنا الأخيرة في 23 من يونيو حزيران، سقط السودان في كارثة إنسانية كاميرة الأوصاف، تلك التي لا تنفك تتعمق. وفي غضون 6 أسابيع فقط، أكثر من 1.4 مليون نسمة غادروا وفروا من ديارهم. زرت السودان قبل أسبوعين، ولقد أثيرت حفيظتي بسبب المستوى المعاناة الذي شاهدته والقصص التي استمعت إليها. النساء والفتيات اللائي تحدثت إليهن قد كانت لديهن قصص مروعة لهروبهن من وفرارهن من ديارهن. لقد انتقلنا من مكان إلى آخر، سعيات إلى الأمن والسلام والسلامة في بيئة متبدلة. الكثيرون منهم يخشون أن تلحق بهم الأطراف المتناحرة. لقد قصصنا علي قصص يشيب لها الولدان من العنف الجنسي والتحرش والعنف البدني، والأزواج الذين ولن يعودوا من جديد، والتعليم الذي اضطربت أحواله، والأرزاق التي قطعت. وأما المدرسون والممرضون والممرضات فهم أيضا لم يتلقوا رواتبهم. كل من هذه القصص هي قصة من الآباء، من الأمهات، من الأطفال، من الزملاء، من الأصدقاء، يتحدثون عن أولئك الذين قضوا، أولئك الذين تختفوا، وكذلك عن المخاوف، مخاوف من المستقبل ومن إمعان الطرفين في النزاع بغض النظر عن العواقب. سيدتي الرئيس، بدءا من عدم تغطية السودان في وسائل الإعلام العالمية، لا يمكن لأحد أن يتخيل ما الذي يحدث في البلاد. بعد مرور 4 أشهر من هذا النزاع، يظل الملايين عالقين في هذه المأساة والمحنة الإنسانية. أكثر من 4 ملايين نسمة الآن فروا من ديارهم، 3.2 مليون نسمة قد شردوا داخليا، وما يقرب من 900,000 نسمة الآن قد عبروا الحدود إلى تشاد ومصر وجنوب السودان وبلدان أخرى. إن الحكايات التي تقشعر لها الأبدان عن العنف الجنسي والتي استمعت إليها من الناس، أولئك الذين فروا إلى ميناء بور سودان، ما هي إلا غيض من فيض مما يحدث في البلاد. أما الناس فهم يجدون من الصعب بمكان أن يصلوا إلى المساعدة الطبية، إذ إن 80% من المشافي في جميع أنحاء البلاد قد عطلت تماما عن العمل. 14 مليون طفل في السودان، أي نصف كل الأطفال في البلاد، باتوا في حاجة إلى دعم إنساني. أكثر من 20 مليون نسمة، بمعنى أكثر من 40% من السكان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. النزاع يشيع الاضطراب في الأرزاق، في وسائل كسب الرزق، في إمكانية الوصول إلى الأسواق. هذا بالإضافة إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية. أما الجهاز المصرفي فقد أشاع فيه الاضطراب، إذ إن المؤسسات المدنية والعامة هي الأخرى قد لحقت به، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الخدمات العامة وكذلك إلى الحد من تداول الأموال في الاقتصاد. هذا بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء والتعليم وغير ذلك من الخدمات. إنها قصة بلد، إنها قصة شعب قد أجبر و دفع به إلى حافة الهوية. سيدتي الرئيس، إن الحالة تنذر بالخطر في هذه المنطقة، وكما تفضلت الأمين العام المساعد أيضا من قبل، تحدثت عن الخرطوم وكذلك عن دارفور وعن كردفان. هذا بالإضافة إلى ما يردنا من تقارير بشأن العنف العرقي المروع الذي يقع في غربي دارفور، والذي قتل بسببه عدد كبير من المدنيين أو جرحوا.
إن هذه البيئة التي يشيع فيها النزاع تعوق توصيل المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الناس بشكل ملح، الأمر الذي يعمق من معاناة الشعب. سيدتي الرئيس، السادة أعضاء المجلس، على الرغم مما تقدم، فمنذ أن قدمنا الإحاطة الأخيرة، فإن المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والأمم المتحدة وشركائها جميعهم لم يألوا جهدا لاستعادة تدفق الإمدادات الإنسانية، لا سيما إلى ولايات دارفور التي كان الوصول إليها شبه مستحيل. ونحن نرى بعض التقدم في 3 أغسطس، وفي أعقاب مفاوضات مكثفة مع الأطراف، تمكنت قافلة مكونة من 10 شاحنات من توصيل 500 طن متري من الحبوب المحسنة إلى 70,000 أسرة في إد الدين في شرقي دارفور، وهي أول قافلة تصل إلى شرقي السودان، وجاءت في حينها في وقت غرس البذور، وذلك لتأمين الأمن الغذائي. أما ولايات دارفور فهي تعاني من أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي في السودان. تمت عدد من الشاحنات الإضافية في طريقها إلى شمال دارفور وجنوب دارفور، وذلك للتصدي وتلبية الاحتياجات التغذوية والصحية والغذائية، ونتوقع من الأطراف أن يلتزموا بموجباتهم من أجل توصيل هذه الشحنات. الأسبوع الماضي أيضا رأينا أول تسليم للمساعدات الغذائية في غرب دارفور من تشاد. المزيد من المساعدات من المتوقع أن تصل في الأسابيع القادمة، وكما تفضل وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن جريفيتس، إن وصول المساعدات العابرة للحدود إلى منطقة دارفور تشكل معلمة رئيسة ومهمة في سعي الأمم المتحدة للوصول إلى كل الأماكن التي يصعب الوصول إليها في السودان لتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين أينما كانوا. نحن نواصل ما زلنا نعتمد على سخاء الجيران السودان وتفاهم وفهم السلطات السودانية لوصول هذه المساعدات إلى المحتاجين. في الوقت نفسه فإن المساعدات أيضا تقدم في أدري في تشاد، والتي زرتها أيضا، وذلك لدعم أكثر من 350,000 نسمة من الذين فروا عبر الحدود، وكذلك إلى المجتمعات المحلية التشادية التي تكرمت باستضافة اللاجئين. سيدتي الرئيس، السادة أعضاء المجلس الموقرين، على اتساع البلاد بدأ هذا النزاع، ومنذ أن اندلع هذا النزاع أكثر من 2.9 مليون نسمة تلقوا شكلا ما من أشكال المساعدات الإنسانية، سواء كان ذلك نقدا أو بشكل عيني أو خدمات صحية أو على الأقل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل خدمة المياه. ولكن للأسف الشديد فهذا لا يمثل إلا جزء أو النزر اليسير من 18 مليون نسمة نحاول الوصول إليهم. وعلى الرغم من ذلك فنحن نحتاج إلى توصيل المساعدات الإنسانية بلا أي معوقات إلى أولئك الذين يحتاجون هذه المساعدات ومن هم في أمس الحاجة إلى هذه المساعدات. في الخرطوم إذا نجد أن وصول هذه المساعدة تكتنف الكثير من التحديات، فقد قدم بعض المساعدة بالموارد الشحيحة محليا، ولكن لم نتمكن من إعادة ملء المخازن لإيصال هذه الإمدادات الإنسانية منذ يونيو الماضي. المنظمات الإنسانية مستعدة لتقديم كل ما تستطيعه من أجل تقديم المساعدة لشعب السودان ممن هم في أمس الحاجة لهذه المساعدات، ولكن لن يتمكنوا من ذلك بدون تيسير وصول هذه المساعدات من جانب الطرفين، وبدون أيضا تيسير والتبسيط في المعوقات الإدارية والبيروقراطية. القانون الإنساني الدولي جد واضح، كل الأطراف المتورطة في النزاع ينبغي أن تيسر وصول ومرور الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين لها بلا أي معوقات وبسرعة. وحتى الآن مع هذه الإمدادات المحدودة فإننا تمكنا فقط من توصيل هذه الإمدادات من خلال مفاوضات مكثفة مع الطرفين، والكثير من هذه الحركات قد دعمتها عملية جدة. هذه المفاوضات أصبحت جد معقدة، وإنه من الملح بمكان أن نعيد أو أن نجدد المنتدى من أجل التواصل المنتظم مع السلطات
الاحتياطات في السودان بشأن توصيل المساعدات الإنسانية. سيدتي الرئيس، لا يمكن أن نقدم المساعدة إلا بالسرعة وعلى النطاق المطلوب، على النطاق المطلوب وبسرعة المطلوبة، إلا إذا تمكنا من الدخول إلى كل أجزاء البلاد وأن نصل أو أن ندخل إلى البلاد بإصدار تأشيرات الدخول. ولذلك فنحن نطالب السلطات السودانية بضرورة تيسير إجراءات الحصول على هذه التأشيرات. حتى مع تحسين وصول المساعدات الإنسانية فلن نتمكن من منع الأزمة الإنسانية وكارثة إنسانية بدون الموارد المطلوبة. ولذلك فإنه مما يثير قلقنا أن 2.6 مليار دولار، وهي قيمة خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، لم تمول إلا ب 25% فقط، بمعنى أن هذا ربما أننا لم نتلقى إلا 68 أو 680 مليون دولار. وأنا ممنونة للدول الأعضاء التي تقدمت بتطوع حتى الآن، ولكن نحن نحتاج إلى مزيد من التمويل. ولذلك أنا ألتمس إلى كل الدول الأعضاء بضرورة تمويل هذه الخطة. في أثناء زيارتي الأخيرة في السودان تمت رسالة واحدة سمعتها من الجميع، ألا وهي أن شعب السودان يحتاج إلى السلام ويريد السلام. في هذا الصدد، وكما قالت الأمين العام المساعد، فإن جهود الوساطة السياسية الجارية التي تهدف إلى التوصل إلى حل لهذا النزاع محورية. هذه الجهود ينبغي أن تستمر بلا هوادة إذا ما كنا نبغي لشعب السودان أي فرصة للحياة بسلام وأمن. ولكن إلى أن يحين هذا الوقت فإننا نطالب الطرفين باحترام القانون الإنساني الدولي والحد من المعاناة الإنسانية. إن أطراف النزاع في السودان ينبغي أن يضمن المرور الآمن للمدنيين الهاربين من العنف في الخرطوم ودارفور وغير ذلك من المناطق المتأثرة بالنزاع. كذلك فإننا نهيب بالمجتمع الدولي بضرورة دعم الجهود الإنسانية التي يعتمد عليها الكثيرون في السودان بشكل متواتر. شكرا. أشكر السيدة وسرنو على إحاطتها، وأعطي الكلمة الآن إلى أعضاء المجلس الذين يرغبون في الإدلاء ببيانات. أعطي الكلمة إلى المملكة المتحدة. شكرا حضرة الرئيس. سأستهل بتوجيه الشكر لمساعدة الأمين العام السيدة بوبي والسيدة وسرم على إحاطات القيمة للمجلس. حضرة الرئيس، أود أن أستهل بتكرار داق ناقوس الخطر الذي سمعناه اليوم بشأن الأثر الكارثي للنزاع على المدنيين في السودان. فهناك ما يقدر من 24.7 مليون نسمة بحاجة لمساعدة إنسانية. البلد كما سمعنا يعاني واحدة من أسوأ الأحوال الخاصة بوصول المساعدات الإنسانية. القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تواصل القتال بضراوة، والشعب السوداني يعاني واقعا يوميا مروعا، يشهدون فيه أجسادا تحللت في الشوارع، تحللت بعد وفاتها. ترد أدلة دامغة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. هذه الانتهاكات قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وهذا يشمل كما سمعنا حالات العنف الجنسي وضربات جوية على مناطق مأهولة بالسكان، مما يؤدي لخسائر فادحة في أرواح المدنيين. ترد أيضا تقارير موثوقة تفيد بالقتل المتعمد للمدنيين وارتكاب فظائع بحق مجموعات عرقية بعينها في دارفور، حيث تعزى الدماء التي أريقت لوحدات قوات الدعم السريع والميليشيات الموالية لها. نرحب بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيق في الجرائم المرتكبة في النزاع الحالي، وندعو السلطات السودانية لضمان المحاسبة الكاملة عن هذه الجرائم. حضرة الرئيس، أولا نود أن نرى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقد وضعت مصالح الشعب أولا
وأن تعمل على إنهاء العدائيات فورا وبدء المفاوضات بنية حسنة. وفي هذا السياق نرحب بالجهود الدبلوماسية من دول الإقليم مثل الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجماعة الدول العربية لاستعادة السلام في السودان. ثانيا، في 11 من مايو صدر إعلان جدة وأعلن الطرفان فيه التزامهما بالوفاء بالالتزاماتهما الدولية ومواصلة تيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقا للقانون الإنساني الدولي. أهنئ الأوتش على جهودها الجهيدة لإيصال المساعدة الإنسانية في السودان، ولكني أكرر دعاوى السيدة وسومو، فكما سمعنا الهجمات على القوافل الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بحاجة لإزالة العراقيل البيروقراطية مثل إجراءات الجمارك المقيدة التي تتسبب في تأخير إصدار التأشيرات وتصريحات السفر. حضرة الرئيس، نرحب بالجهود الدبلوماسية كما ذكرنا، فشعب السودان قد عانى كثيرا لأجل طويل، ومن بإمكانهم إنهاء هذه المعاناة يجب ألا يؤلوا جهدا لإنهاء هذا النزاع. شكرا حضرة الرئيس. أشكر المملكة المتحدة، والكلمة الآن للاتحاد الروسي. حضرة الرئيس، نشكر الأمينة العامة المساعدة مارتا بوبي ومديرة العمليات في الأوتشا إيدن بوسونو، نشكرهما على إطلاعنا على آخر المستجدات بشأن الوضع في السودان، ونرحب بوجود مندوب السد السوداني الدائم معنا في هذا الاجتماع. نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في السودان، فالعدائيات بين قوات وحدات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في العاصمة تفاقمت بشكل هائل وسببت في تدهور الوضع الإنساني أكثر. الآلاف قتلوا وأصيبوا، وأكثر من 3 مليون تحولوا إلى نازحين داخليا. مئات الآلاف فروا إلى البلدان المجاورة. الحالة في غرب دارفور ولا سيما في الجنين تبعث على بالغ القلق. ندعو الأطراف السودانية إلى إبداء الإرادة السياسية واتخاذ خطوات فورية لوضع حد نهائي لهذه المواجهات المسلحة، ونؤمن ونعتقد أن أي خلافات يمكن أن تسوى وتحل بالمفاوضات في إطار حوار شامل بين السودانيين. فالسودانيون لديهم ما يكفي من الحكمة والخبرة للقيام بذلك. المنطقة تشارك في الجهود الرامية إلى حل الصراع، أحيطنا علما بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الإيجاد في جدة، ونشير كذلك لقمة دول الجوار التي عقدت في مصر في يوليو، والاجتماع الأول لآلية العمل على مستوى وزراء الخارجية ذلك الذي عقد أمس في جنين. نتفق مع دول الجوار بشأن ضرورة دعم مؤسسات الدولة، فالسلطات السودانية قدمت خارطة طريق لحل الوضع، ونأمل أن تهيئ هذه التدابير الطريق لتحقيق الاستقرار ولإعادة إطلاق العملية السياسية السودانية. ونحن على قناعة أن نجاح أي مبادرات للمفاوضات يعتمد بشكل أساسي على حيادها، ونؤمن أن أي محاولة للتدخل في جهود دول الجوار أو المبادرات الإقليمية لن يؤدي إلى نتائج إيجابية. نقدر عاليا المساعدة المقدمة إلى البلد وإلى المنطقة من قبل أوتشا والمنظمات الإنسانية، وتحديدا تلك التي تصدرت المشهد منذ بداية النزاع، ونرحب بوصول أول قافلة إنسانية إلى دارفور في الأسبوع الماضي، وندعو الوكالات الإنسانية أن تعمل وفقا للمبادئ التوجيهية بشأن المساعدة الإنسانية في الأمم المتحدة، وأن تولي اهتمام أكثر لتقديم المساعدة داخل البلد. حضرة الرئيس، لا نقبل أبدا بأي تدخل خارجي في الشأن السيادي في السودان، فهذا قد
يزيد الطين بلة ويصب زيتا على النار في هذا السرع، ونحث على التوقف عن التأثير على الوضع بفرض العقوبات الأحادية غير المشروعة. فهذه العقوبات لا تساهم إلا في زيادة سوء أحوال المدنيين. دول الغرب بدعم من الممثلة الخاصة ليونيتامس تدخلوا في الوضع وفرضوا خطوطا حمراء على الأطراف، وبالتالي فهي تتحمل جزء من المسؤولية عن انهيار الوضع في البلاد. وفي ظل ذلك الوضع ومع دخول الأمم المتحدة في البلاد، نتفهم قرار السلطات السودانية وندعو الأمم المتحدة لأن تتصرف بشكل محايد وأن تحترم رأي الخرطوم وسيادة البلاد. ونأسف أن هناك جهود مبذولة لخلق نوع من المنافسة المصطنعة في جهود المفاوضات والوساطة. أما عن استراتيجية كيفية تقديم المجتمع الدولي للدعم للسودان للخروج من هذا الجمود، فلابد أن نعي أن الضغط والابتزاز لن يجدي نفعا. لاحظنا ممارسات الداعمين في السودان وفي دول أخرى في المنطقة، ولازلنا نعتقد أن السودانيين لابد أن يتمتعوا بحقهم الكامل، ليس فقط في اتخاذ قرار بشأن مستقبل بلدهم، ولكن أن يتحمل المسؤولية الكاملة عنه. حضرة الرئيس، ختاما أود أن أؤكد مجددا استعداد الاتحاد الروسي الثابت لمواصلة مساعدات السودان الصديق للتغلب على الصعوبات الحالية والعودة إلى مسار السلام والتنمية المستدامة. نواصل دعم سيادة أراضي السودان واستقلالها ووحدة أراضيها. شكرا حضرة الرئيس. نكتفي بهذا القدر من الإحاطات حول جلسة مجلس الأمن فيما يتعلق بالشأن السوداني، والآن إلى متابعة